فلسفي داوج روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني ونربت أعز إخواني كلنا واحد في دفي. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حدي. مفرقة وطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشبية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج إنجازات وطنية عبر قناة العربية الأردنية مرايا. احنا الآن موجودين في محافظة الزرقاء وتحديدا في منطقة النزهة شارع الزهور في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة ابن بلد أصيل، ومعي الآن الأستاذ عوني العلاونة أبو محمد من مؤسسة ألبان مراعي جرش، هذه الشركة أو هذه المحلات التي تتمتع بشعبية عالية في محافظة الزرقاء بفروعها الثلاث. طبعا الشعبية لا تأتي من فراغ بالتأكيد، تميز خدماتهم، النظافة، هذا الإنجاز الوطني اللي بنعتز ونفتخر فيه. والمزيد من التفاصيل راح يكون معنا هذا اللقاء مع سيد عوني العلاونة، تابعونا. مساء الخير أستاذ عوني. بداية أستاذ عوني العلاونة يعني من ألبان مراعي جرش، سعداء جدا في هذا اللقاء تكون ضيفنا من الضيوف الأعزاء ابن بلد أصيل ومن الكفاءات الأردنية. بداية أقصد المشاهدين بسيد عوني العلاونة، وأنت أشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذه المحافظة الطيبة، نتحدث عن مكان ولادتك ودراسية بداية الحياة العملية والعائلة الصغيرة، كم لديك من الأبناء؟ أول شيء اسمعونا بالبداية أستاذ عوني، يعني وأنت غني عن التعريف، نعرف سيد المشاهدين بحضرتك أكثر، نتحدث عن مكان الولادة والعائلة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عوني علاونة، من سكان الزرقاء ودرست بالزرقاء هون، وعندي الحمد لله 4 أولاد وثلاث بنات، وأهلا وسهلا بكم. أستاذ عوني، يعني ألبان مراعي جرش حقيقة هذه الألبان اللي تتمتع بشعبية عالية كما أشرنا، نتحدث متى تم افتتاحها؟ 3 فروع ما شاء الله، نتحدث عن عدد الفروع، نتحدث عن ماذا نوفر من خدمات، شو موجود عندنا خلاف الألبان، ومصادرنا من من المواد والعمال الموجودة. يعني تقريبا صلي في مجال المهنة هاي يعني تقريبا 18 إلى 19 سنة. احنا يعني الحمد لله عملنا كله يعني بالحليب وبالألبان، شايف، والأجبان والزيت الزيتون والمخللات والمواد البلدية. يعني يعني ما يتطلب من مونة موجود بكل شيء. يعني 3 فروع مواقعها إذا تكرمت وين؟ والله الحمد لله احنا في منطقة حي معصوم ونزهة هون شارع الزهور، وفي منطقة عند مستشفى الحوز القديم مخبز جواد. نعم. عند مخبز جواد ألبان مراعي جرش. نتحدث يعني أستاذ عوني عن مصادركم من الألبان، ويعني الألبان والأجبان المواد الأولية من أين؟ إحنا بنشتغل من الحليب. الحليب الحليب الطازة. بناخذ عن يعني معظم حليب عن طريق جرش كلهم، وفي نسبة خفيفة عن من الظليل. نشتغل بحليب الماعز وحليب النعاج والأبقار. أستاذ عوني، يعني بالتأكيد بعد هالنجاحات، بعد هال3 فروع وهالشعبية العالية بالتأكيد اللي لم تأتي من فراغ، وهذه التزكية أنكم من المحلات المرتبين ما شاء الله، طموحاتك القادمة يعني هل مني لأنت إنشاء مصنع، هل مني للتوسع أكثر؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا حاب أسمع رسالة توعية منك للسادة المشاهدين بما يخص موضوع ضرورة التعامل مع محلات معتمدة، يعني نعرف مصادر الألبان والأجبان لأنها مادة صحية هي. يعني ضروري كل مواطن يعرف شو يعني بوكل وبطعم أولاده، يعني وحط بثمه اللقمة الطرية الهنية الطيبة الكويسة إن شاء الله. أستاذ عوني، يعني نتحدث بموضوع آخر، نعمة الأمن والأمان هي ما يميز هذا البلد، يعني بنتمنى أنه منك نسمع ما هو رأيك بنعمة الأمن والأمان. الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين ووعي المواطن وجهود جلالة الملك، الله يطول عمره إن شاء الله. يعني
بالتأكيد منظر الدوريات عندما تستوقفنا سواء طريق صحراوي أو طريق المطار أو طرق خارجية هو وقفك يطمن عليك بالتأكيد. احنا بنتشكر هون طبعا جهود الأجهزة الأمنية بشكل عام، وشفنا بالمنخفض الأخير هذا الوعي لدى المواطن والأجهزة بشكل عام. يعني شو بتحب تحكي للأجهزة الأمنية بشكل عام والأمانة والبلديات؟ الله يعطيهم العافية وكفوا ووفوا، يعني وجودنا من وجودهم يعني يعني الحمد لله ما شاء الله عنهم الكل كفى ووفى يعني. بالتأكيد يعني هو واجبهم، ولكن احنا بنشكرهم على جهودهم بالتأكيد. استاذ عوني العلاوني، لو قدر لك والتقيت بجلالة سيدنا جلالة الملك ابو المكارم وجها لوجه، شو بتحب تحكي لجلالة سيدنا؟ الله يطول عمره وما شاء الله عنه، يعني نظرته سليمة دائما. احنا يعني برضو احنا بنطمح من سيدنا كمان مزيد من الدعم للفرسان، فرسان التغيير جيل الشباب. استاذ عوني، نحدد للسادة المشاهدين عنوان الفروع الثلاث، مواقعك ورقم الهاتف. النزهة، شارع الزهور، شارع مكة، حي معصوم، شارع حي الأمير، حي الأمير محمد عند مخبز جواد. طبعا هذه دعوة أعزائي المشاهدين اللي مزار البان مراعي جرش بفروعها الثلاث، يزورها تجدوا يعني كل ما هو طيب بالتأكيد، سواء أجبان، البان، زيت زيتون ومخللات معروفة المصادر. وحقيقة أنا بحييك على هالترتيب، الكاميرا الآن تستعرض حقيقة هذا الإنجاز الوطني، هذا الإنجاز، هذه النظافة، هذه الطريقة بعرض البضائع، الطريقة الجميلة، والمتابعة حتى عن طريق الكاميرات المراقب، أنت تتابع كل صغيرة وكبيرة بلحظة بلحظة بالتأكيد. أنا بشكرك طبعا أعزائي المشاهدين، يسرنا بنهاية هذا اللقاء، وقبل جولة الكاميرا أن نقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيد عوني العلاوني أبو محمد من ألبان مراعي جرش. شكرا جزيلا، شكرا لكم، شكرا على هذا اللقاء، شكرا لكم. الله يخليك. ونترك الكاميرا الآن في هذه الجولة المفصلة في ألبان مراعي جرش. أهلا وسهلا. قلبي هو للعماني والكراكي.